النمسا تنجح بحشد رأي 7 دول أوروبية لدراسة الترحيل إلى سوريا. مقال يجيب لماذا يستحيل الترحيل إلى سوريا في ظل نظام الأسد. تراجع التضخم في النمسا إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام. مرشح حزب الحرية للانتخابات البرلمان الأوروبي يثير الجدل بإساءته للمسلمين. واعتقال صربية احتالت على أموال الرعاية الاجتماعية ب 754,000 يورو. وأخيرا الشرطة تضبط 171 كيلو من الحشيش وتعتقل شخصين من صربيا. مشاهدين الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. إلى تفاصيل النشرة، اتفقت النمسا والتشيك وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا على إعادة تقييم وضع اللاجئين السوريين لإيجاد طرق أكثر فاعلية للتعامل معهم. جاء ذلك خلال اجتماع قمة في العاصمة القبرصية، حيث أشار المسؤولون إلى أن الوضع في سوريا قد تطور بشكل كبير رغم غياب الاستقرار السياسي الكامل. وأكدت الدول الثمان على ضرورة زيادة دعم الاتحاد للبنان لتقليل تدفقات اللاجئين، وشدد الإعلان المشترك على أن القرارات المتعلقة بعبور الحدود يجب أن تتخذها الحكومات وليس شبكات التهريب. أجاب مقال على صحيفة كلاينت سايتونغ النمساوية على عدد من التساؤلات حول إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم. ويعيش حاليا أكثر من 82,000 سوري، غالبيتهم يتلقون المساعدات الاجتماعية. وبين المقال أن العقبات الرئيسة أمام الترحيل تشمل الأوضاع الأمنية في سوريا، إضافة إلى أن الترحيل يتطلب التعاون مع نظام بشار الأسد، وهو أمر مستبعد بسبب العقوبات. وكشفت الصحيفة أن 101 شخص مرفوض غادر النمسا طوعا العام الماضي، وقلل الخبراء من فرص نجاح المشروع بسبب صعود التحديد مناطق آمنة. أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في النمسا واصل تراجعه في أبريل ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام. وانخفض معدل التضخم السنوي إلى 3.5% في أبريل من 3.8% في الشهر السابق، ويرجع هذا التراجع جزئيا إلى انخفاض أسعار الطاقة للمرة الأولى منذ بدء ارتفاعه في عام 2021. ولا تزال أسعار المواد الغذائية في المطاعم والفنادق مرتفعة بنسبة 7.6% على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار الوقود وسلة التسوق الصغيرة بنسبة 4.3% وسلة التسوق الأسبوعية بنسبة 4.9% على أساس سنوي. أدانت الهيئة الإسلامية في النمسا تصريحات عضو حزب الحرية اليميني ماركوس ليلينفير، الذي قال فيها أن الأشخاص الذين يأكلون لحم الخنزير أقل عرضة لتفجير أنفسهم. جاء ذلك أثناء فعالية نقاشية حول انتخابات الاتحاد الأوروبي في مدرسة في مدينة غراتس، ووصفت الهيئة التصريحات بأنها مهينة وخطيرة للغاية، وتظهر كراهية عميقة ومتجذرة للعداء تجاه المسلمين. كما اعتبرت الهيئة أن هذه التصريحات تشكل إهانة للديانات الأخرى مثل اليهودية، حيث يحرم على أتباعها تناول لحم الخنزير لأسباب دينية. كشفت الشرطة النمساوية عن احتيال امرأة صربية في مدينة في النمسا السفلى على أموال الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية للعجز. واتهمت المرأة بادعاء الإصابة بشلل جزئي واستخدام كرسي متحرك وعكاز، وبعد التحقيقات التي استمرت عدة أشهر تبين أنها كانت تعمل في تنظيف شركة يملكها زوجها وابنها،
وتسببت هي وعائلتها في ضرر مالي للدولة يقدر ب 754,000 يورو. وتم اعتقال المرأة وأودعت السجن في فيينا واعترفت بالتهم، وقد قادت تحقيقات وحدة مكافحة الاحتيال بالتعاون مع مكتب مكافحة الجرائم. تمكن ضباط مكتب مكافحة المخدرات في شرطة فيينا من ضبط 171 كيلوغرام من الحشيش واعتقال شخصين من صربيا يوم الثلاثاء. وعثر على المخدرات خلال تفتيش سيارة، كما وجد بحوزة أحد المشتبه بهم مبلغ 15,000 يورو. وأوضحت الشرطة أن عملية الضبط جاءت نتيجة تحقيقات دقيقة أجراها مكتب مكافحة المخدرات في شرطة فيينا قسم مجموعة المغرب العربي. ورفض المشتبه بهما الإدلاء بأي إفادة، وتم توقيفهما بأمر من النيابة العامة في فيينا. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين. أمسية سعيدة ونهاية أسبوع سعيدة، وإلى اللقاء.